كم مرة حبيت من صدق؟ مرتين. اتزوجت واحدة بيهم ولا لا؟ اي وحده ما لازم شو تقول. حيدري بس اقول مو هي. والثانية اتركها. كانت فنانة؟ تقريبا. بالبصرة صحيح؟ لا. من بغداد؟ تريد واحدة من ذني؟ لا 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 خليهم. من جيلك زين؟ اي جيلي. زين ليش تأثرت؟ ما تأثرت لا. بعدين عينك دا تقول غير شيء. اي بعيني على جو الوالدة يعني. اه الله يرحمها. قلت بتصريح سابق انك غير صادق مع النساء. كسرت هواية قلوب. اي صح. شلون يعني؟ شوف انت احيانا تضطر للمجاملة، تجامل بعض النساء، لكنه على حساب نفسك وعلى حساب المرأة يعني. فهذه المجاملة احيانا المقابل يحسها حب، انت ما حاسها حب، فتصير مشاكل. ليش احس دائما انه عندك يعني عندك شعور بالذنب تجاه عائلتك؟ يعني دائما تقول انك قصرت وياهم. أي. قصرت حيدر ابنك وايضا يعني زوجتك. هل القصور هذا كان مادي معنوي؟ اشرح لنا ليش لهالدرجه. لا مادي لا، يعني لانه انا كل عملي وشغلي وكل حياتي كرستها لهم. بس الوقت احنا انخلقنا بظرف صعب جدا. اولا كنا بالحرب الإيرانية العراقية، وكانت بعدين إجانا الحصار، فعمليا احنا ما أخذنا كفايتنا من العيش بطريقة سليمة. المشكلة انه المبالغ اللي تجينا لا تسد الرمق. المشكلة الثانية انه أنا ما عندي شبر بالعراق. ما زلت عندي طوني قطعة أرض بالبصرة من خلصت ماجستير، وهسه طوني مع المهجرين. جماعة المهجرين قالوا أنت مستفيد ب 1994 فما يصير ننطيك هسه. أنا ذيك بعتها لأنه بسبب الظرف الاقتصادي بالحصار يعني. أي لا مسافرت خفت انه سويت بالحصار يعني. شو اشتغل؟ ظليت على التمثيل بس؟ ما اشتغلنا شيء بس على التمثيل ابدا. انا كنت مدرس بكليه الفنون طبعا، قسم التربيه الفنيه، واشتغل بالاذاعه واشتغل بالتلفزيون واشتغل بالمسرح بالليل. فكان منطقي المسرح كان انقذنا. تقول لي محسن العلي. محسن العلي انقذ عوائل، لانه هذه العروض المستمره يعني تقريبا شويه انقذتنا من الجانب المادي.